لذلك اليوم يزرعون بيك الخذلان. اجى سيد الشهداء عليه السلام قاد ثورة، طلعوا لهم مقولة جديدة: ما لنا والدخول بين السلاطين. هاي معركة سياسية، يزيد مكلب بالكرسي والحسين يريد الكرسي واحنا ناس فقراء، شلنا علاقة بهالهوسة هاي؟ ما لنا والدخول بين السلاطين. وقتل علي تحت شعار الجلوس على التل أسلم، وقتل الحسين تحت شعار ما لنا والدخول بين السلاطين. وفي كل زمان يقتل الحاق تحت هذه الشعارات. لذلك اليوم تشوف الأمة مشلولة، مشلولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مثلا الآن في غزة، غزة تباد نساء أطفال، الأمة مو عاجزة أن تقاتل. يعني وصل بينا درجة العجز والشلل أنه إحنا عاجزين ندخل مساعدات الغزة إلى أن يسمح الإسرائيلي بدخول المساعدات الغزة. كل إحنا واقفين ننتظر يمتى الإسرائيلي الله يسهل عليه ويسمح لنا أنه ندخل مساعدات الغزة. حتى ذيك الساعة ندخل مساعدات الغزة. أمش كبرها وش قدها خطيئة، مو 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 ما بهم حال يقاتلون، واقفين ينتظرون إذن إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة. 400 مليون واقفين خطيئة على الحدود مشودرين، مصر والجزائر وليبيا والعراق والأردن وسوريا والمغرب والخليج، أمش كبرها وش قدها قاعدين على الحدود ينتظرون يمتى الإسرائيلي يتعطف ويتلطف ويسمح لهم أنه يدخلون مساعدات لغزة. والإسرائيلي علني يبيد الحرث والنسل، لا خلى مستشفيات، لا خلى كنائس، لا خلى كذا، وصمت. يعني حتى مو كصمت القبور، أوقات القبور هم يطلع لك ميت يصرخ بوجهك، يصير بيك صرع شيء، ماكو هسه حتى ما حد يصرخ بوجهك الجماعة. هذا كله عجز وكله شلل بسبب التأويلات. فأمير المؤمنين عليه السلام يحارب على التأويل ويطلعوا لك فد إشاعات وفد مقولات يشلونك بيها، بالمصطلح اليوم يحيدونك، يحيدونك يخلونك بمنطقة أنت كل شيء ماكو. هاي إذا ما يعني يقدرون أنه يحولونك إلى لسان. شلون هسه احنا عندنا بعض الإخوة مثلا تحاكي ذولي سنة، ذولي وهابية، ذولي كانوا يحبون صدام. زين جيد، شايف أنت بعض الناس مثلا بالأيام العادية تلقى